Assalamualaikum everyone, hi and welcome to a new lesson. اليوم إن شاء الله رح نشوفو reported speech. So speech بالعربية نقدر نقولو كلام. Reported adjective حاجة منقولة ولا reporté. So reported speech بالعربية نقدر نقولو الكلام المنقول. المعنى تاعو هو كي واحد يقول حاجة وحنا ننقلوها نقولو واش قال ولا نعاودو نقولو واش قال. هذا هو المعنى تاع reported speech. So كنجح نكتبو واش قال كش واحد in English نديرو inverted commas ونسمهم quotation marks. Okay, واش يجي داخلهم داخل هاد inverted commas هو exactement واش قال هذاك الشخص. كيما لهنايا for example I like video games راهي between the quotation marks هي exactement واش قال هذاك الشخص واش خرج من فمه. شكون هذا الشخص نكتبوه هنا ديرو كما for example Sami says. So Sami يقول so Sami يقول وهنايا exactement واش هو يقول او يقول I like video games احب العاب الفيديو ولا لي جو فيديو. هاد لا فورم ان انجلش هذه كومبني سموها direct speech. direct حب يقول هنا يا exactement وش قال والهدف تاعنا هو نروبورتيو وش قال ننقلو وش قال. دونك نقولو Sami says that que en français ولا بالديري نقولو Sami قال باللي he likes video games. هنا كان يهضر على روحه قال I like video games. هنا أنا ننقل وش هو قال قول Sami says that he likes video games. وبهالطريقة أنا حولتها من direct speech رجعتها reported speech. دونك هذا reported speech نقلت وش قال. أوكي نايس نأخذ نفس المثال تاع Sami مي هاد المرة Sami said au lieu says مقبل شفنا says في present دوكا said راهي في past قال. هذا said نسموه in English the reporting verb هو لو verb اللي نستعملوه باش نريبورتيو. علاش نهضروا عليه عنده هذه الأهمية ومن بعد تبان. اوكي نخدمه كيما خدمنا مقبل Sami said نريبورتيو واش قال. So Sami said that que he liked video games. واحد يقول لي اوكي فهمنا هذه هي باسكو نهضر عليه بصح علاش تبدلت هنا ولات في الباست. اوكي لهنا يتبان الاهميه تاع the reporting verb. كي يكون reporting verb في الباست the tense لو طون ولا الزمن تاع اللي كان في direct speech يتبدل كنرجعها في reported speech. نعاود كي يكون reporting verb في الباست الزمن اللي كان في الدايركت سبيتش راح يتبدل كي نرجعوا في الريبورتد سبيتش. اوكي جود دوك نشوفوا عليها فور ذا مومنت. اوكي سو ذا ريبورتينغ فيرب ماشي شرط يكون said يقدر يكون حاجه واحده اخرى. مثال كما الامثله طاحوا في الباك ديجا مثال يقدر يكون told اللي هو الباست تاع tell يخبر. اوكي ولا admitted اللي هو اقر ولا اعترف declared صرحها testified شهيدة advised نصحها ويقدر يكون حاجة أخرى تانية. المهم ماشي الشرط يكون said اللي همنا أسوي يكون في present ولا في past. good donc les changements قلنا كي يكون reporting verb في past الحين الton حيتبدل tense changes les changements تاع الton حيكونوا بهالطريقة. donc direct speech هنا reported speech هنا كيكون the tense هو present simple في direct speech كي نحولو reported speech يولي past simple كيما شفنا مقبيلة. قال Sami says I like video games بعد قلنا Sami said he liked video games. كيكون present continuous يولي past continuous كون present perfect يولي past perfect past simple past perfect. شو هنا past perfect
يقدر يكون direct speech present perfect ولا past simple ليدو. هنايا model verbs will, really would, can, really could, may, might, have to, really had to, must, really had to. تشوفوا هنايا have to و must بين زوج يقولوا had to. كاين واحد الملاحظة اللي هي ممكن في direct speech يكون واحد من هذوما يكون would ولا could. فهاد الحالة ما يتبدلش في reported speech. اوكي سو ميتر في direct speech يكون عندنا could. ما ممكن تحولوا reported speech وقعد could. اوكي دونك هذه كانت ملاحظة. So other changes خلاف واحد اخرين يقدروا يصيروا. For example في direct speech عندنا today في reported speech يولي that day. اوكي حبسوا حتى نقول هو يقول اليوم ذاك تنقول تقول هذاك النهار. إذا كان tomorrow تولي the day after the next day. لكن yesterday تولي the day before the previous day. لكن now تولي then. لكن next for example next week next year next month يولي the for example the week after or the following week. لكن last لما شوز last week for example يولي the week before the previous week. ago for example a year ago, 2 years ago, tuli a year before. Here, tuli there, and this, tuli that. Okay? So هادوma ديرو screenshot ولا كتبوهم. المهم لازم تشوفو عليها. هادوكو بزاف مهمين. Okay, so now نروحو مرحلة بزاف مهمة اللي هي reported speech في الباك. كيفاش يطيح في الباك؟ دونك جينيرالمون ولا توجور يطيح حد درس بهذا السؤال rewrite sentence B so that it means the same as sentence A. عيد كتابة الجملة B بحيث يكون لها نفس معنى الجملة A. ورحو نشوفو أمثلة طحو ديجا في الباك. أوكي so نفس السؤال هوليك. دونك هنا عندنا reported speech sorry direct speech ونرجعوه reported speech. So advertisers master the power of argument he says. Advertisers, المشاهيرين ولا أصحاب الإشهار يميتريزيو the power of argument, قوة الجدال. He says. ومبعد عندنا he says that. Okay, ومبعد حنا نكملو. الحاجة اللي نشوفوها اللي هي the reporting verb تاعنا. إلا كان في present ولا في past. كما اللي هنا يراها في present. دونك نعرف باللي ما عندي حتى تغيير في الزمن. Okay, the tense ما يتبدلش. ممكن يكون تغييرات أخرى كما في pronouns ولا مي كنشوف reporting verb في present tense ما يتبدلش. Okay for example تولي هنايا he says that advertisers master the power of argument عندنا حتى تغيير. Okay super easy. Another example نفس الشيء بدنا في dark speech نرجع في reported speech. So using teachers as babysitters is a pretty expensive exercise. استعمل أساتذة كمربي أطفال هو عمل جد مكلف. He said. So, he said, وحنا نكمله. قلنا توجد الحاجة اللي نشوفها هي the reporting verb تانا. إلا في البريزنت ولا في الباست. هنا يراه في الباست. دونك نعرف بلي رح يكون تغيير تاع الزمن هنا. يكون changement. Okay. وش من الزمن اللي عندي هنا هو using teachers as babysitters is a pretty expensive exercise. Is that how present simple? حنا كما شفنا قبل كي يكون direct speech في present simple, reported speech يولي في past simple. Long to Lena, he said that using teachers as babysitters was, okay, is في past here was a pretty expensive exercise. You see, guys, سهلة. Another example, kif, direct speech, يولي نرجعه reported speech. So the non-Muslims testified, غير المسلمين شهدوا, والشهدوا راه هنايا between inverted commas, quotation marks. The Muslims have contributed to the human civilizations. المسلمين أسهموا في الحضارات الإنسانية. But now the non-Muslims testified that وحنا نكملو هنا توجو الحاجة اللي نشوفو روحو reporting verbs تانا اللي هو testified راهو في الباست دونك نعرف بلي رح يكون تغيير في الزمن.
نشوفوا الجملة تاعنا والزمن اللي راهي فيه. The Muslims have contributed. Have contributed. دونك راهي في present perfect. وحنا كما شفنا كيكون direct speech في present perfect. Reported speech يولي past perfect. دونك تولي The non-Muslims testified that the Muslims had contributed to the human civilizations. So had contributed. Past perfect. You see guys, مش حاجة كبيرة بزاف يخافوا reported speech. Wow, no. Okay, so حاجة نشوفوا reporting verb إذا كان في present ما نبدلوش الزمن باللغة العربية صحيح الأخرين اللي لازم, وإذا كان في past نبدلو الزمن ونعرفوا بركم التغييرات اللي لازم يندارو. That's all. Okay, مثال آخر نشوفوه فهاد المرة العكس, بدلنا reporting reported speech ونرجعه direct speech. Okay, so for reporting speech, reported speech, he admitted that they had succeeded to impose themselves. أقر والاعترف بأنهم نجحوا ليفرضوا أنفسهم. بعد مدنا quotation marks عملك و reporting verb. Okay, so quotation marks هكذا نعود نكتبوهم و reporting verb نعود نكتبوه. دونك نعود نشوفوا reported speech. He admitted that هي هو reporting verb تاعنا, دونك ما سحقوهاش. نعود نكتبوها ديشا هيليك, دونك ما سحقوهاش نحوها. وجملة تهمنا نحطوها between the quotation marks هي they have succeeded to improve to impose themselves. So puisque reporting verb راهو في الباست, دونك كما قلنا راح يكون تغيير في الزمن. راح نشوفوا الزمن اللي راهي فيه الجملة تاعنا في report speech. They had succeeded to impose themselves. Had succeeded هي past perfect. وحنا شفنا كما شفنا مقبل كي يكون reported speech زمن تاعو في report speech past perfect, في direct speech يكون يا past simple يا present perfect. بين زوج صح. ونخدموا الجملة نقولوا they succeeded to impose themselves. نجحوا. Okay, so نجحوا succeeded راهي في الباست. ولا كما نقدروا نقولوا they have succeeded to impose themselves. They have present perfect. وبين زوج صحاح. Okay, كما شفنا لهنايا في direct speech كانت have contributed present perfect, ورجعناها had contributed past perfect. Okay guys, you see ماشي حاجة كبيرة. دونك كانت نهاية تاع الفيديو مي ماشي نهاية تاع الدرس. الدرس الجاي ان شاء الله اللي هو التتمة نشوف فيه reported questions. كيكون واحد يطرح سؤال كيفاش نربورتيو السؤال, حيكون هناك تغييرات ماشي كيما كاين في تشابه مي حيكون تغييرات وضح تاني في الباك هذه تانيت. دونك thanks a lot for watching. الى عجبكم شرح تاع الدرس لايك اند سبسكرايب فور مور فيديوز. ويتهمني اولويز يا شير بارطاجي الفيديو مع اخرين باش يستفادوا من الدرس تانيت. Thanks again for watching. See you in another lesson, inshallah. Assalamu alaikum.